يقول: توفي والدي وترك مالا، فجمعت إخواني وأخواتي وقسمت بينهم المال، إلا أنهم لم يأخذوا منه شيئا وأشاروا بأن ينفقوه في بناء مسجد، فهل في ذلك شيء؟ علما بأن إحدى أخواتي لديها أيتام وحالهم ميسور، وأشارت بأن ينفقوا في بناء مسجد، فما حكم تركها لهذا المال؟ نعم، إذا اتفقوا على أنه يبنى به مسجد وهم ليس فيهم قصار ولا صغار، إذا اتفقوا وهم راشدون كبار على أن يبنى به مسجد، فهذا شيء طيب ويرجى لهم الأجر إن شاء الله. أختك وغيرها. نعم.